بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول على اول فقره معانا. انا عايز اسال سؤال يا جماعه، هو ليه دايما لما يجي الإعلام يدي النادي الأهلي حقه في أي موقف من المواقف، في أي بطولة من البطولات، لازم أقرن الجملة والكلام إن النادي الأهلي والزمالك؟ يعني ما ينفعش أقول مثلا الأهلي تأهل إلى دور الستاشر أو دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتألق وكذا 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 وأعطي الناس حقها، لا، لازم اقول الاهلي والزمالك. طب انا مالي بالزمالك؟ انت ليه رابط لي الزمالك في رقبتي؟ ليه بحس دايما يا جماعه ان الاهلي ده الابن الاكبر اللي مربوط في رقبته اخواته الصغيرين؟ حاجه غريبه جدا. عشان تدي الاهلي حقه في الاعلام شرط اقتران الاهلي بالزمالك. مجله الاهرام الرياضي تساوي ما بين تاهل الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا وتأهل الزمالك في بطولة الشوارع وبطولة مراكز الشباب بطولة الكونفدرالية الأفريقية. جابت صورة للاعب الأهلي حسين الشحات، وجابت صورة للاعب الزمالك ناصر منسي، وكتبت عليها المتأهلون. لا يا فندم، دول مش المتأهلون، شتان الفارق. ما ينفعش أجيب واحد ناجح في كلية طب وواحد ناجح في الابتدائية وأقول لك الناجح يرفع إيده لا يا حبيبي، لا مش هي خالص. في فرق ما بين ناجح في كلية الطب وناجح في شهادة ابتدائي. انت الزمالك ناجح في شهادة ابتدائي، فتيجي تساويه باللي ناجح في كلية الطب؟ ده اسمه يعني مش عارف، مش لها اسمه والله، ولكن ممكن يندرج تحت مسمى التدليس. انك تعادل ما بين حاجتين، دي في حتة ودي في حتة ثانية خالص. بطولة دوري ابطال افريقيا بتجمع الابطال، أبطال البلدان أو أبطال الدوريات في بلادهم، لكن بطولة الكونفدرالية ده بيبقى المركز الثالث والرابع في بلده بيشارك فيها، فهم مش أبطال أصلا عشان تساوي ما بين ده وده. ومع هذا أوكي، تعال نروح لجيمي فولا. فاكرين جيمي فولا؟ جيمي فولا الشاطر اللي هيقول مين هو جيمي فولا. جيمي فولا متضايق من زيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك، وقال نصر ان زيارة النادي الاهلي مش هتعمل اي رد فعل ومش هيكون ليها مردود قوي، وان المشاكل هتحصل وان مفيش مشاكل هتقل، وهنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل في مباريات الاهلي والزمالك. في ناس عايشة في حياتنا عزيزي شغلتهم الوحيدة هي بس الفتنة، زرع التعصب، ويعني بيحاولوا بأي شكل من الأشكال يوئدوا أي حركة أو فكرة لرأب الصدع ما بين الأهلي والزمالك. من ضمن الناس الحقيرة دي جيمي فولا، من ضمن الناس اللي مش عايزة يكون في وئام ما بين الأهلي والزمالك جيمي فولا. جيمي فولا عايز يبقى دايما في صراعات، في شتايم، في قلة أدب، في تجاوزات ما بين الأهلي والزمالك، لكن ان يكون في احترام متبادل وزيارات هنا وهناك، لا لا، احنا مش عايزين الكلام ده. احنا عايزين دايما الارض محترقه، احنا عايزين دايما الدنيا مشعلله ومولعه. ليه؟ اكل عيشنا باشا اكل عيش جيمي فولا ومن على شاكله جيمي فولا، هو ده اكل عيشهم، ده راس مالهم في الاعلام. وانت لو الامور بقت زي الفل، اللي زي جيمي فولا ده هيطلع يقول لك الاهلي خدني لحم ورماني عظم، مين اللي هيسمعه؟ ما فيش حد هيسمعه. لكن طول ما الزمالك فيه كره للنادي الاهلي او العكس، جيمي فولا هيطلع كل يوم يقول يردد نفس الكلام بتاعه، ان الاهلي خدني لحم ورماني عظم. امال فولا عملت ايه؟ ها، الرقاصه فولا عملت ايه؟ كان دورها ايه؟ خدت اللحم ولا خدت العظم ولا خدت كله؟ يا جيمي يا فولا، عايز اقول هناك في نادي الزمالك اعلامي اسمه خالد الغدور.
خالد الغندور يعني بصوا يا جماعه، في مجموعه من الاعلاميين الزملكاويه او يمكن كلهم الا ما رحم ربي اكيد، طول ما انا بقبض من نادي الزمالك لازم في اساسيات عند الاعلامي ده. الزمالك ده نمبر 1 في كل حاجه، نمبر 1 في البطولات، في الجماهيريه، في الشعبيه، حتى لو بالكذب والتدليس مش مشكله. طالما بقبض يا باشا من الزمالك، الزمالك تاج راسي، الزمالك سيدي وسيد عيالي وابائي واجدادي. طالما بقبض من الزمالك ده اكل عيشي، المام يا باشا، فلازم ابوس على ايد وجزمه الزمالك عادي جدا. فالزمالك اول حاجه واحلى حاجه وافضل حاجه واقوى حاجه واحسن حاجه طول ما انا بقبض من الزمالك. هطلع بره الزمالك هبدا بقى اتعامل بما يرضي الله، يعني طول ما انا جوه الزمالك وبقبض من الزمالك انا هتعامل بما لا يرضي الله. هقول كل حاجه ترضي جمهور الزمالك فقط، مش مهم بقى ترضي ربنا ما ترضيش ربنا مش فارق، المهم اولا واخيرا ترضي الزمالك وجمهور الزمالك. مشيت من الزمالك والحنفيه اتقفلت ومعنتش بقبض، واخد بالك، ابدا بقى اتعامل بما يرضي الله واتكلم بامر الواقع واتكلم بالحقيقه اللي موجود. كابتن خالد الغندور شايف ان فرحة جماهير الزمالك بتأهل الزمالك كأول مجموعته في بطولة الشوارع الكونفدرالية عيب. ليه فندق؟ ليه بندق؟ ليه فزدق؟ ليه حبيبي؟ قال لك لأن دي بطولة هي الأضعف، هي الأضعف. سبحانك يا رب، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تقول سبحان الله، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. خالد الغندور الذي كان يتغنى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وقد إيه بطولة الكونفدرالية الأفريقية دي قوية جدا وأقوى من دوري أبطال أفريقيا وأقوى من دوري البريمير ليج والشامبيونز ليج وكل البطولات، ده لما كان بيقبض من قناة الزمالك، لما كان بياخد السحليل ياما، لما كان بياخد البرادس، لكن لما توقفت الحنفية بقت أضعف بطولة على الإطلاق. انتوا فرحانين ليه يا زملكاوية؟ خالد الغندور وقف قناة الزمالك كان يطلع يقعد 3-4 ساعات في مقدمة تاريخية إعجازية بتنجانية مهلبية قد إيه الزمالك عمل انتصار تاريخي للكرة المصرية والعربية والأفريقية والمهلبية. ده عشان بيقبض، لما القبض راح خلاص بقت بطولة ضعيفة. أتمنى خالد الغندور يتعامل بما يرضي الله خلال الفترة القادمة. عايز أقول نادي الزمالك في خبر يصل لمئة مليون جنيه، خبر بمئة مليون جنيه على أونا على دوي على تري. مجلس إدارة نادي الزمالك هيعمل مزايدة جديدة لتأجير 23 محل في سور نادي الزمالك لمدة 10 سنوات. لحظة، ستوب، سيلونس، سيلفوبلي، حضرتك انت سمعت الرقم 10 سنوات؟ هل هذا قانوني؟ نو. طب ايه اللي يخليه قانوني؟ وزير الشباب والرياضة. كل القوانين تضرب بعرض الحائط من أجل عيون نادي الزمالك يا جماعة. الزمالك يأمر فيطاع. القانون بيقول إن مش من حق مجلس الإدارة أو مجلس الهيئة الرياضية أو المؤسسة الرياضية إنه يبرم أي عقود إلا على قد مدة المجلس المتبقية. يعني اعمل 3 سنين، اعمل 4 سنين، لكن 10 سنين انت كده بتجور على حق المجالس القادمة. مش مشكلة، الزمالك ابننا يا عم الحاج. المهم بس ان النادي الاهلي نادي الدولة وننوس عين الدولة ومش عارف مين الدولة، والزمالك ده لك الله يا زمالك. كل المؤامرات تحاك ضد نادي الزمالك. مجلس الادارة من المتوقع ان الميزانية المزايدة دي تضخ 100 مليون على الاقل لنادي الزمالك، والزمالك بيحاول يعني يلم اي قرشين عشان يسدد القرض. الزمالك يا جماعه خد قرض ب 400 مليون جنيه، هيسدد منين؟ ما هو لازم بقى كل الممنوع يباح.
اعمل مزايده يا عم على المحلات اللي عندك لمده 10 سنين، ولو عايز تعملها 15 سنه مش مشكله، عادي عادي يا بيه، مش مشكله خالص، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ونعمل اللي احنا عايزينه. ما قاله وذكره وكيل اللاعبين الشهير والأشهر في مصر في الفترة الأخيرة أحمد يحيى على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من الملايين في مصر. أنا بعتبر كلام أحمد يحيى ده بلاغ لمعالي النائب العام. كلام اتقال على الهواء مباشرة أنا بعتبره بلاغ لمعالي النائب العام. إيه الكلام اللي اتقال يا جماعة؟ كلام اللي قاله أحمد يحيى وهو على عهدته، قال لك عقد كهربا مع الزمالك ما كانش سليم. تاني هقول تاني يا بيه، عقد كهربا مع الزمالك اللي كهربا توقف بيه واللي كهربا اتغرم بيه 2.5 مليون دولار، هذا العقد لم يكن أساسا سليما. وقال ان الموضوع فيه كواليس كتير قوي، وفي ناس زورت وفي ناس تلعبت وفي ناس تواطأت ضد محمود عبد المنعم كهربا وفي ناس باعت كهربا. الله اعلم بقى باعوا كهربا قبضوا، كان ممسوك عليهم فيديوهات فيكو فيكو، واخد بالك، سيكي ميكي، كان ممسوك عليهم فيديوهات وغصب عنهم باعوا كهربا وتواطؤوا ومشوا الامور، ما تعرفش. لكن المؤكد على عهدة احمد يحيى ان كهربا عقده ما كانش سليم، وان في كواليس كتير جدا في الموضوع مش هينفع تتقال على الهواء مباشرة. عايز اقول نادي الزمالك، اوعوا تفتكروا الزيارات ما بين الاهلي والزمالك او الزيارة الاخيرة ما بين الاهلي والزمالك ليها علاقة بموضوع الصفقات. وانا حابب ده، يعني نحترم بعض، النادي الاهلي نادي الزمالك نادي شقيق ونادي عريق ونادي محترم، وإدارة الزمالك محترمة، ونسلم على بعض ونهني بعض ونعيد على بعض، جميل جدا. والزمالك لو كسب الكونفدرالية الاهلي يروح يهنيه، والاهلي لو كسب دوري الابطال الزمالك يروح يهنيه، وهكذا، جميل. لكن موضوع الصفقات مفيش فيها مرحمين، كل واحد وشطارته. ما ينفعش اجي النهارده في لاعب مثلا من الاهلي عقده خلص والزمالك محتاجه والواد موافق انه يروح الزمالك، فيجي الزمالك يقول لك لا عشان خاطر العلاقات نحافظ على العلاقات، ده مش في الاحتراف، ده مش في الاحتراف. نادي الزمالك يا جماعه بيعمل كوبري دلوقتي لمهاجم النادي الاهلي في التشيك في نادي تبليتس، تشيكي محمد ياسر. محمد ياسر مكسر الدنيا في النادي التشيكي، وظهر بشكل قوي جدا، والقيمة التسويقية بتاعته في الصاعد، كان بدايته 50,000 يورو، دلوقتي بقى 300,000 يورو، وعلى نهاية الموسم يقفل 500,000 يورو، وده حاجة عظيمة. نادي الزمالك، مسؤولين من نادي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب وطلبوا منه انه جس نبض لانتقال اللاعب لنادي الزمالك، وان ممكن نادي تبليتسا نتواصل معاه ونخليه فعل بند الشراء النهائي وناخده من تبليتسا ونرجعه على نادي الزمالك. النادي الاهلي وصل له خبر بالموضوع، والمعلومه وصلت لمسؤولي النادي الاهلي، والاهلي جدد عقد اللاعب حتى 2027. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم.